وكعادتنا دايما معاكم في صباح الخير يا مصر، دايما بنبدا معاكم اولى فقراتنا بتذكره باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها السيده انتصار السيسي قرينه رئيس الجمهوريه زارت امبارح مؤسسه الهلال الاحمر المصري، وكتبت عبر صفحتها الرسميه بموقع فيسبوك وقالت كل الشكر والتقدير الى مؤسسه الهلال الاحمر المصري حيث تفقدت هذا الصرح العظيم للاطلاع على المجهودات العظيمه التي يقوم بها دعما لاشقائنا في غزه. وتواجدت في مركز استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإغاثية والصحية حيث يعمل شباب ورجال ونساء من كل الأعمار في ملحمة إنسانية متكاملة. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية، وأشار رئيس الوزراء في بداية الاجتماع إلى نتائج مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشق الرئاسي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مدينة دبي، وما تضمنته كلمة الرئيس من رسائل مهمة جدا وتأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تفقد السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية مؤسسة الهلال الأحمر المصري. وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك وقالت كل الشكر والتقدير لمؤسسة الهلال الأحمر المصري حيث تفقدت هذا الصرح العظيم للاطلاع على المجهودات العظيمة التي يقوم بها دعماً لأشقائنا في غزة. وأضافت قرينة الرئيس أنها تشرفت بالتواجد في مركز استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإغاثية والصحية حيث يعمل شباب ورجال ونساء من كل الأعمار في ملحمة إنسانية متكاملة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأشار في مستهل الجلسة إلى نتائج مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في مدينة دبي، وما تضمنته كلمة الرئيس خلال فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات ضمن أعمال المؤتمر من رسائل مهمة، منها تجديد تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ والتنويه إلى أنها كما حرصت في قمة COP27 بشرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتها في هذا الصدد، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية واتخاذ خطوات أكثر طموحاً لكي يخرج مؤتمر COP28 بإطار دولي معزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لشؤون المشاركة، وأكد رئيس الوزراء الأهمية البالغة اللي بتحظى بها اللجنة العليا للمشاركة في رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة في شتى القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وده في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق أمام هذا القطاع وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو مما يسهم في توافر المزيد من فرص العمل. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة للشائعات اللي ترددت حول عدم إضافة درجات الاختبارات الشهرية لصفوف النقل للمجموع الكلي للفصل الدراسي الأول خلال العام الحالي 2023-2024، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن درجات تقييمات الشهور لطلاب صفوف النقل سواء بالفصل الدراسي الأول أو الثاني بتضاف بشكل طبيعي لمجموع الطلاب التراكمي في نهاية كل فصل دراسي، وبيقوم الطالب بتأدية اختبارات شهرية خلال الفصل الدراسي الواحد، وبيتم اختيار الدرجة الأعلى من درجات الاختبارات الشهرية للطالب وإضافتها للمجموع الكلي للفصل الدراسي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على دعم سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة، وعلى هامش فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية أدكس 2023، تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التسليح. تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات التي تدعم تعزيز علاقات التعاون في المجالات العسكرية المختلفة. امبارح قال المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة انتهت من تجهيز اللجان الفرعية وكافة اللوجستيات ومعاينتها في الانتخابات الرئاسية
طبقا للضوابط اللي بتتيح للمواطن مبشرة الحقوق السياسية. وأشار إلى أنه تم الاستعانة ب 15 ألف قاضي من أصل 26 ألف قاضي على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرهم، كما تم استحداث طرق خاصة لذوي الإعاقة السمعية وطريقة برايل للإعاقة البصرية. وبلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقر انتخابي، عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11631 لجنة فرعية. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي أسيوط تم افتتاح أول محكمة للطفل في الصعيد في مركز أبو تيج، وفي المنيا تم إعادة بناء وتأهيل 34 منزل للأسر الأكثر احتياجاً. كمان امبارح في الغربية تم الإعلان عن تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلعية، وشركة المياه في الشرقية استلمت مليون جنيه لتمويل 988 وصلة للأسر الأولى بالرعاية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. فأسيوط تم افتتاح محكمة الطفل بمدينة أبو تيج، واللي بتعتبر أول محكمة في محافظات الصعيد تختص بكل ما يتعلق بشؤون الطفل وحمايته، فضلاً عن مراعاة التصميم الإنشائي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يتلائم معهم مع تيسير تحركهم. في المنيا أعلنت المحافظة عن تنفيذ أعمال المشروع القومي سترة بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام والرعاية بالأسر الأكثر احتياجاً، وبيتم إعادة بناء وتأهيل 34 منزل بإحدى قرى مركز دير مواس، وتم اختيار الأسر المستحقة عقب إجراء أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد معدلات الدخل الاقتصادي وبما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. في دمياط افتتحت المحافظة مركز خدمة عملاء كفر سعد على مساحة 200 متر، شهد المركز أعمال إحلال وتجديد ويقدم 49 خدمة لما يقرب من 38 ألف مشترك بنطاق مدينة ومركز كفر سعد، وأيضاً تم تزويده بقسم خاص لكبار السن وذوي الهمم وأماكن لانتظار المواطنين. في الدقهلية نظمت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية في قرية كفر المحمدية مركز ميت غمر بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وجرى خلال القافلة توقيع الكشف على 1809 مريض. في الأقصر شهدت أرض مطار رحلات البالون الطائر تحليق الرحلات بصورة طبيعية فجراً، وخرجت بسماء البر الغربي 25 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 650 سائح من حول العالم. في الغربية أكدت مديرية الطب البيطري أن إجمالي ما تم تحصينه 150 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وحيث إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة بيبلغ 266,554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والمعز، كما تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة. في الشرقية سلمت المحافظة شيك بمبلغ مليون جنيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال المرحلة الرابعة لتوصيل مياه الشرب لعدد 988 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن الحسينية، صان الحجر، ومنشأة أبو عمر، وده بهدف توفير حياة كريمة ليهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة.